شباب كتير جدا بيكون عايز خلاص يبدأ الكارير الخاص بيه في مهنة المحاماة، ولكن أول لما بينزل المجال بيصطدم بأرض الواقع وبالأخص المرتبات، بيكون بعد كده مشتت تماما. إيه المرتبات اللي أنا باخدها دي؟ مش هو ده خالص اللي أنا عايزه. أنا لسه متخرج من كلية حقوق وبيعتقد إن هو هياخد فلوس كتير، بينزل يلاقي نفسه بيقبض مرتبات أقل من أقل حد بيشتغل في أي مكان، فبيبقى عنده يعني سوء تقدير للموقف ده. تعالى نتكلم في الموضوع ده ونقول بداياتنا أخدنا كام من أول ما اشتغلنا، لعل وعسى إن إحنا نكون أمل للشباب دول إن يعرفوا إن بعد ما يتعبوا هيلاقوا. أنا مثلا لو أكلمك عن تجربتي، أنا كنت باخد 300 جنيه أول عن آخر، وكنت بصرف منهم على الشغل بجد والله. والله يا أحمد خليني أكلمك في نقطة معينة، إن أنا النقطة دي محل جدل كبير جدا. أنا شخصيا كنت باخد 150 جنيه وأنا مش بعيد يعني، أنا من 2013 أنا كده كنت أكتر منك. أنا كنت باخد 150 جنيه، ال 150 جنيه دي طبعا أنا كلنا في وقت معين كنا بنتدرب في المكتب، ال 150 ما تعملش حاجة خالص خالص، ولكن الواحد كان عنده هدف، والهدف ده ما كانش مكتسب، ده بالعكس ده هي مجموعة نصايح. يعني أولهم طبعا والدي أستاذ محامي، وما نزلنيش كمان أتدرب معاه في المكتب. يعني لا استنى، أنت والدك ما اتمرنتش معاه؟ لا بجد؟ لا خالص. خلاك تتمرن بره؟ عشان اتعلم التزام. ده شيء ممتاز على فكره. خلينا اتعلم التزام في مكاتب اساتذه طبعا، مكاتب محترمه ومكاتب كبيره جدا يعني. فانا كنت بتدرب كنت باخد 150 جنيه، ولكن هو نصحني نصيحه، قال لي انت ممكن تصبر على المكافاه الزهيده دي في مقابل انك انت تاخد قصادها معلومه قيمه. بالظبط. المعلومه دي بعدين انت تقدر تستفيد بيها واطلب اتعابك زي ما انت عايز. فعلا. يعني انت في المراحل المتقدمه بتعد نفسك كمحامي. وخلينا ناخد المفهوم العكس، ان انا راجل صاحب مكتب دلوقتي، انا شخصيا يعني بحدد مكافاه معينه، المكافاه دي ممكن تكون الى حد ما مرضيه بالظبط، بس في نفس الوقت هي مش بتغني ومش هتدي لك اللي انت عايزه. انا دلوقتي انا بدرب شاب محامي صغير لسه بيقول يا هادي لسه في المال، لسه انا مش بيحاول اي شيء، وبيحاول هو بيحاول يكتسب معلومه. فانا بديله مقابل المعلومه ومقابل المجهود اللي هو بيبذله معايا بديله مكافاه. طيب انا شخصيا في المكتب يعني بعد عدد سنين معينه مثلا بدات اشتغل مع الشباب اللي معايا في المكتب عن طريق ايه؟ عن طريق المكافاه، انك انت بديك نسبه معينه من خلال اتمامك المهمه اللي انا باوكلها لك. يعني انا النهارده اديتك ملف وقلت لك حقق لي النتيجه، حققت لي النتيجه بكافئك بالظبط. فانت بيبقى عندك انتماء للملف وانتماء للمكتب وقوه وقدره وصبر على انك انت تستحمل عناء المهنه دي علشان تحقق، بتلاقي فيه نتيجه. صح. بس تعرف هقول لك على حاجه، اثناء التدريب بتاعي انا اتمرنت في مكاتب من اكبر محامين، كنت دايما بسمع يعني الجزء الخاص بالمرتبات ده، كان برضو كل السياسات واحده، المكافئات او ان انت بتاخد مرتب او مكافاه بسيطه، لكن مع الشغل او مع المجهود والانتاج اللي انت بتعمله فلوسك بتزيد او مكافئتك بتزيد. كل المحامين عندهم نفس التفكير، انا بعدك ان انت تكون محامي، انا في الوقت الحالي لسه مش شايف صناعه الفارق منك. والله بص يا احمد خلينا نبسطها للناس شويه، انك انت اي مشروع في الدنيا لما تيجي تفتحه محتاج راس مال ومحتاج بضاعه. اكيد. صح. اكيد طبعا. انت راس مالك في المهنه دي معلوماتك. معلومات. طب انت النهارده لما تبقى جاي بدون راس مال وبدون بضاعه محتاج تبيع نفسك ازاي؟ منتظر مقابل ازاي؟ كبيره جدا. منتظر مقابل ازاي؟ انا بالنسبه لي في نفس النقطه اللي انت بتتكلم فيها، انا لما باجي اتكلم مع شاب بيشتغل معايا في الجزء الخاص بالمرتبات او بالاتعاب، بقول له دلوقتي انا عندي استعداد دلوقتي حالا ادي لك في الشهر 10000 جنيه. حلو. 20000 جنيه، بس هل هتقدر تصنع الفرق؟ يعني انا دلوقتي هاجي ادي لك ملف مثلا جنايه، الجنايه ديت عقوبتها ممكن توصل للاعدام، هتقدر تتحمل المسؤوليه؟ هتقدر تصنع لي فرق فيها؟ لو هتقدر هدي لك اللي انت عايزه. مظبوط. صح صح الكلام. مسؤوليه. لكن لو بالنسبه لك انت الموضوع بالنسبه لك فقط شغل اداري او حاجات اي حد مع كامل الاحترام بيها بيعملها مفيش فيها صناعه فارق، فانت مش هتقدر تاخد الاتعاب اللي انت متخيلها. مظبوط. لان احنا للاسف الشديد احنا مهنه عددنا كتير، يعني المحامين كل سنه شوف بيتخرج قد ايه. مظبوط. فاصبح العدد كبير جدا 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 على سوق العمل، ولكن اللي بيستمر قليل. بالظبط. واللي بيستمر هو اللي بيقدر يحقق بقى بعد كده. صح. لكن اللي بيدخل في الموضوع من باب التجربه وبيقول انا هنزل اشوف نجحت نجحت، ما نجحتش خلاص اشوف اي شغلانه ثانيه، ما بيشتغلش ما بيكملش، وللاسف بيأثر على اللي فعلا نازل عنده طموح ان هو يشتغل وينجح. فانا دايما بتكلم في الجزء الخاص بالمرتبات، اصنع الفارق، اتعلم، اجتهد، اشتغل كتير علشان تقدر تصنع الفارق. طالما قدرت تصنع الفارق في مكتب معين او في قضيه معينه هتقعد تحط رجل على رجل وتطلب الاتعاب اللي انت عايزها. مظبوط. وهتجيلك لحد عندك. مظبوط.
المحاماه في جميع الاحوال هي عمل حر، والعمل الحر متوقف على انتاجك. بالظبط. انت بتشتغل قد ايه عشان تحقق قد ايه؟ بس ما اشتغلتش ما خدتش حاجه. مظبوط. بالظبط، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه.